يما يما يا خيست يما 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 ايش احمد وين شاب برشلونه يا احمد 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 وين شاب برشلونه وين شاب برشلونه شردو يما 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 وين يسكن الشيطان يما يما يا وردي يا عفو الله يما 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 أكلوا جول مش أقسم بالله مش طبيعي الجول لا ودور أوروبي وحنأخده وأبصر إيش بس شوطين يا اخي خليني ساكت خليني ساكت حطوط عليه خدها مش سلك العاب مش هي مش سكت طيب يا جماعه احنا بلشنا الدفاع متاخره عشان كنا نصلي التراويح الان راح نشوف برشلونه قادر على العوده ولا لا يلا ايش هذا جماهير برشلونه كمان بايعين التذاكر يا ولدي دارهم في السوق السوداء ايش انتماء فيش انتماء صار ملعبهم بيضاء فيش انتماء يا الجول الثاني ما تدخل اذا انبلنت الاول والثاني انت شفته اوف حلو 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 البوم يوم بس علينا صوت هذا الهينة هنضم هنا حلوة حلوة الاسيست فرانكفورت يحارب يا جماعة اوه يلا يلعب كبير يلا انت لا انت لا اصفر 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 اصبر جيت على الجول الكره تمشي فور شي تجي راس راس يلعب انديكا الفرنسي انديكا في دقيقه يحط الكره لو واحد سمع الكره اللي جابها مش اي حدا ارتمى عليها عندك ضغط دم صدقني براكيس وجهك انت مسكين الكره يا بيي الكره تجي يلا يلا يا خيستي ليش تلعب خيستي ما انت نفسك انت نفسك لا 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 هذي قوي قوي يا عم هذا قوي عثمان جابها عثمان جابها بس رجعوا من بعد افتح يا سمسم افتح يا سمسم كلهم بتأخرون لانهم ما فتحوش اللعيبه اسمع مضغوطين مضغوطين هزمه كانت هيك هذه على مستوى المدرجات مش تبقى تاريخ هذه مش تبقى في التاريخ شايف؟ هذه مش تبقى في التاريخ فيش برشلونة تنسير تباي ما باعتش تفكير آسيا كرة القدم من الثالث إلى العودة إلى فار عنده ثلاثة أربع دقائق ماذا حدث في برشلونة؟ لا بس اسمع فيش شيء لا هي اسمع فيها بلنت اسمع ولا فيها إيش خبط في جسمه أجل شو؟ ولا فيها إيش هي صحيح بس هاي لو انها على المهاجم كان ولا فيها شيء صحيح صحيح ولا فيها شيء ولا فيها شيء كرة مشتركة كرة مشتركة كرة مشتركة ولا فيها شيء عيب كبير خبر تحكيمية 2000 سنة انا هامر بس والثانية التعليمات الرايحة والجاي وتير شتاجن في الدقيقة 17 يمنع على فرانك والله جول لازم شاطر شمال ولا فوق اسمع هيك بس اني رد فعل هادئه الى المربع لا لا يا برشلونه ثلاثه والله شكلها فرانكفورت لك فرانكفورت شكلها فضيحه المانيه اخرى كان المفروض يطلعوا ياكلوا خمسه الهي يبلعوا يبلعوا ثلاثه حظ ثلاثه حظ ولك فرانكفورت ولك فرانكفورت ولك تاريخه كله انه جاب الوصيف يمكن في دوري الماضي والله لازم نبحث عن تاريخ فرانكفورت مين فرانكفورت طبعا فرانكفورت ما حدش بيعرفه الا خلينا نكتب عقب بايرن ميونخ ورئيس النادي انت فات ليش اه صار سيرجيو روبرتو خليكي انا نعمل كبايه انا اللي عم تري مدريد بديها 4-0 انا والله انا بديها 4-0 يا شتامه شماتة شماتة شتام اوف اوه اوف 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 ايوه 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 شوف رجلك عرضها كان 5-6 خلصت اللعبه العائله
شوف يا حرام والله لازم تخلص 7-6 يا ماذا على اخطار كماده والله يا كماده هو هي اول لعبه حظ كماده حرام والله حلو شايف الصوره بعيده كثير الحس مصور والله صراحه رايح اقولها والله هي كمان عرفنا اول لاعب والله منيح اول لاعب هاي كمان لازم نسوي تحدي حفظ لعيبه فرانكفورت كمان هذا ياباني يعني طب بيلعب هداه وبيمشي ماشي اللعيب طول بالعرض طول بالعرض بيلعب فرانكفورت يهز الارض اسمع لا يضغط نط جونين لا يضغط يا مان بالطول بالعرض فرانكفورت يهز الارض 1-2-3-3-2-1 فرانكفورت احلى واحد مش اسم عليه بس كمان مو بدري طلع من بدري والله عجل شبين بدري ما نص طابق اللي هو بس يفوزوا شوفوا مين افضل مني مودر تشونيستا وكريستيانو طالك يلا وينه وينه اللي هو هيك الفريق وقت الحسن ببينش كل مين كل المشهورين دخل يعني اكل صفر واعطاهم فاول منطقه خطيره يعني هيك لوكا ديون دي نقطه تجي جول يعني خلينا نشوف اللعب خلينا نشوف المستوى الزمالك ده بديش مستوى انا خلينا نخلص هي خلص الناصر خطيره الكره حرام العزيمه الاوروبيه بالعام في اوروبا ليج البارسا وفريق فرانكفورت يصعد السيمي فاينل بدون خساره خطيره وعسيه ممكن هدف 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 اول لبرشلونه هدف اول لبرشلونه بذكريات السبع دقائق يا دريم بذكريات السبع دقائق يا سيرجيو وش تصلوا الواحد في الدقيقه 84 ما زالوا 7 وما زالوا 10 كيف صلوا ايه كيف صلوا فيها فيها هذا طريقنا للريمونتادا طب يرجع على الفار استنى تعود المباراه فيها فيها ما هو واقف على الخط طب جول تشيك جول تشيك جول تشيك صلوا يا زلمه استنى صلوا يا زلمه لا لا رجله رجله فيها تسلل فيها يا زلمه فيها فيها بس ما اعتقد يحسب تسلل يعني هي حسب الزاويه اللي طلع منها لانه في زوايا مختلفه يعني ها ابو الوداع جول جول سلل سلل لانه حرام في شيء بيجي من حرام ببيع ناديه على كذا عشان كم يورو عشان نروح اقسم بالله انا اعطوني 1000 يورو لاحكي التذكره لا جول لا عمل يا برشلونه اطمئن ما ينك تصلبل يا زلمه شايف ايده كله فاتحين فيديو شو ما عرفت نايم نايم ما عرفت حجم الشاشه خطوط خطوط متقاطعه لو فتحنا هيك استفدنا اكثر والله فتحنا ندرس رياضيات ولا ادرت يعني هو انا مبسوط بس فلحنا يعني الواحد لازم يرفع عن نفسه لازم احيانا الواحد يضحك عليه احيانا الواحد بيدفع مصاري عشان ينبسط احيانا قاعدين ينبسط طب بلاش بس شو بتحب تبسط شكرا فرانكفورت شكرا برشلونه والله ما هم فاهمين الفوتبول اذا اول ما طلع ديمبل على اليمين ولا سوى ولا شيء حبيبي حلوة جيي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 
هاي تتذكروا يلعبوا دول فوتبول كل زي هو ما رح يمكن نضيف خمسة أو أربعة بضيف أكثر أكثر في ما بضيف تسعة لا ما هو مش شو اسمه لا رجل بلد متوسط خلاص سبعة تسعة دقايق قلت لك إيش قلت لكم سبعة دقايق أوه آه شنو ما له بوسكيتس قالب بيجي الجوال شكله فيها أمل يا شوي والله إذا فتحنا أي كتير اسمع برضه بصير تاريخية إذا مش هون رجال برجع أنا موافق لا مش موافق أنا لأنه مش مستاهلوش طول اللعبة قاعدين بيخسروا هلا يجيبوا جوال برضه اسمع إذا هم في 9 دقايق بتضاركوا حالهم كيف شايتها أنت مش طايش جول ثلاث مرات صاروا
مش عارف لو ما ضربش المان بقول لك فيش فيها تسلل فيش فيها انذار لو ما ضربش المان بقول لك برجع بس المان مش هينهزوا عليه اه يقول راح اسمع راح ادي الله 8 دقايق اذا كل هجمه هيك راح يجيبوا جول اذا هاي بيجيبوا راح بيجيبوا لما برشلونه يا زلمه برشلونه الالمان مش لهالدرجه يعني اتحمل زي مش على الفاضي يا مشاكل الدنيا انه ما تجيبوها بس والله لسه فيها ولا برشلونه هاي الجول خطيرة مش منكم مش منكم لا ما هي صعبة شو ضيع انه يجيب هاي اصلا يخطط فيها مش تخلط برشلونة شوف قوية هاي هاي جول اوه ها برا برا فكرت جول كيف طلعت هاي خلطها الحارس قلبي وقف انا كيف لمسها الحارس ما شفتهاش انا شفتهاش ولا مسهاش لا لا خلص يا محلاها هذه جول هذه جول جول من هاي صلب هذا الاصل جول من هاي لا تجيش صحيح صلب صلب مش منكم مش منكم مش منكم شو اللي ضيعها انا دمي فرانكفورتي فرانكفورتي الذخيرة بعد 85 قولوا يعني بعد ما جابوا الجول لعبوه بعد 85 جابوا الجول مش حقهم يتأهلوا خلاص بلش فاهم على حمزة عندي رحمة والله أنا سيد مش عندي أنسى مش عندي خلق صح هو طعم عليك صح طعم اللي توكل عليه لا مطعم يجوز مطعم شو صار روح وقت برشلونة وقت فجر كاسكو عليك مسكو أيوة ما عشان هيك لازم 50 ستوري أنا دخلت الموضوع الله لو جبتوا 50 ما راح يتفوزوا استاهل تخسر يا شباب طلع بدي ادفع طب يجزاء وصل زي تمثل بلنتي ضرب الجزاء وين ضرب الجزاء بلنتي 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 ضرب الجزاء سيدو من 3-4 دقائق سيدو من 3-4 دقائق يا الله عليك مش شايف بلنتي وين بلنتي يا الله فيش فيش شمط راسه ايه بلنتي والله حيصدها حيصدها ان شاء الله اهل برشلونه ادرى بشعابه ديباي خلي شويه مالها ديباي اهتم مالها ديباي ضمعنا يا ديباي بس خلاص على النص حطها يا ديباي سجلها يا ديباي عشمالك عشمالك يا حياص شمالك يعني يميننا يا لسه بنخلق دخلت يا جوها احنا بنت على الفاضي دخلت احنا بنت على الفاضي بس يرجع لل شو اسمه الشايشر ما جداش دخلت لو ضربت في العرضتين ايه في العرضة ونزلت تحت الشمال والله مشكلة جول قوية لا الله شايفها والله خضها استنى استنى لازم يرجع على البار لانه ايش استنى لانها وقفت على الحين استنى والله صدها دخلت ولا لا دخلت 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 دخل بعرف دخل. دخلت شفت هلا اللو دخلت بس وين تخلص اللعبه الو علامي علامي هات لك جماهير برشلونه نشوفكم السنه الجاي للدوري الاوروبي ودوري الابطال رساله وجهها ل اللي بيستحق الفوز تاهل وشو اسمه ان شاء الله تفوزوا بالدوري لسه في بس تعرف يفوز فيه لسه في امل احسن لعب بعد 85 يعني